بكفي متاجرة بالموت، حتى بالموت عم تتاجروا بالناس. اسمع لينا احمد طه، اختي هي كان معها مرض كانسر، تعبت كثير معنا، اضطرينا انه بدنا ندخلها مستشفى، فروحنا على مستشفى دار الحكمه بمدينه بعلبك، طلبوا منا انه نعمل لها فحص البي سي ار، وطلعت النتيجه ثاني نهار نيجاتيف. فبعد يومين من الفحوصات توفت اختي بالمستشفى بسبب يعني السرطان. نحن برمنا، هلا نحن ما فينا نفوت على الوزاره تنبرم 100%، بس اجتنا اخبار من شخص انه هي مسجله كورونا. طب فيك تبرئ لنا هيدا الخبره وكذا ما قدر، لانه بتحاسب بتعرفي عنا الدوله نحن ما شاء الله يعني. فبعد فتره قال لي لا شالوا الاسم. شو عملتوا؟ لانه صار في رفعنا الصوت خاصه ببعلبك يعني، رفعنا الصوت كثير، وصار في اتصالات من قبل ناس لي شخصيا انه خي بالغلط وما كنا عرفانين وبالغلط سقط سهوا. ما قالت انه كورونا، قالت انه سبب الوفاة سرطان وحكمها جلطة، تجلطات يعني عدة تجلطات، وبين على جسمها أنا وعم غسلها يعني إنه مدبغة أزرق، لأنه في ناس قالت لا كورونا وما كورونا ما بدنا نسترجن، أنا غسلتها بإيدي لأختي. نفترض إنه معها كورونا، ما نحن كنا معها وبسناها وحملناها وحممناها وغسلناها، طيب نحن صرنا هلا بس ما تعرضنا لكورونا. يفوتوا على يفوتوا كورونا اذا هو مش كورونا، ما في اول شيء بده ورقه موافقه من وزاره الصحه، وبده يكون بي سي ار طالع بوزيتيف، وبده يكون محطوط مع الملف والطبيب الوزاره اللي بيكون المريض بالمستشفى بوحده الكورونا بيكشف عليه انه بوحده الكورونا. مش معقولة هيك، مش انه انا بقول انه كورونا خلص صار كورونا، ما بدي فتر في مراقب لوزارة الصحة بدي يراقب، شو انا مراقب وزارة الصحة؟ ما بعرف مين بدي صدق يعني، بصدق هيدا او بصدق هيدا. في مراقبين لوزارة الصحة موجودين بالمستشفى بيتحققوا من الموضوع. انتوا عم تتعاملوا مع الناس كأرقام.